طيب عايزين نركز اكتر برضو على اوكلاند. مين تاني اهم اللاعبين اللي موجودين في اوكلاند سيتي؟ وطريقه لعب الدايموند معروفه، ولكن عايزين نشرحها برضو ببساطه للجمهور النادي الاهلي. بص يا كابتن، فريق اوكلاند بيعتمد بشكل كبير جدا على القوه البدنيه عنده. الفريق فيه اطوال بشكل كبير جدا، هتبان حتى قدام النادي الاهلي، بيعتمدوا على القوه البدنيه بشكل كويس. قصدك ايه يعني؟ لا يعني طوال على الكرات الثابته يعني تكون مهمه بكتير جدا. وكمان يا كابتن عايز اقول لك على حاجه، ان هم جايبين 5 صفقات في شهر يناير الحالي. جابوا لعيب اسمه ناسان لوبو نيوزيلندي، لعيب اسمه ريجنت موراتي من كوسوفو، لعيب اسمه مايكل دين هايجر ده برده من نيوزيلندا، ولعيب اسمه دانيال مورجان ونيكو بوكسل. والخمس صفقات دي يمكن ما كلفتهمش بشكل كبير جدا، كانت فري، ولكن كلها تعاقدات لاعبين صغيرين في السن، وسط ملعب وباك يمين وباك ليفت. كمان عايز اقول لك ان في نقطه كده لازم الناس تبقى عارفاها، ان ايميليانو تادي اللي هو زي ما قال احمد ان هو من الناس الهدافين بشكل كبير جدا، ومسجل فوق ال 150 هدف مع فريق اوكلاند في كل البطولات، وصانع 56 جول، لعب فتره في سان داونز الجنوب افريقي، فاكيد عنده يعني لا الفتره اللي فيها الماتش اللي كان الاهلي وحش، اللي كان فيها مباراه اللي كان كسب فيها قدام سان داونز في جنوب افريقيا، فلعب في افريقيا ولعب في فترات كبيره، لعب في سنه واحده مع سان داونز، لعب 18 مباراه، يمكن في مباراتين النادي الاهلي ما شاركش، كان بديل، فده يقول لك ان هو عنده اكيد رؤيه للنادي الاهلي ويعلم جيدا قيمه النادي الاهلي. كمان عندهم جريكا لعب في وسط الملعب، ده محور الارتكاز بتاعهم، بيقدر يوصل الكرات بشكل كبير جدا لتادي وليه خط الهجوم وللجناحين، يمكن بيعتمدوا شويه على القوه البدنيه اللي موجوده في وسط الملعب، ولكن اظن ده بقى يقول ان لازم النادي الاهلي، انا بشوف من وجهه نظري لازم يلعب بثلاثه في وسط الملعب، ديانج وحمدي فتحي والسولية على الاقل في بدايه المباراه، يقدر نشوف فريق اوكلاند بشكل كويس جدا. كمان لازم تسال على نفسك المباراه من البدايه وتنزل ضاغط على فريق اوكلاند وتخلص المباراه بالظبط يا كابتن، لابد ان احنا نتعامل معاها زي مباراه الهلال السعودي في كاس العالم اللي فات. اول ما نزلت ضاغط في بدايه المباراه قدرت انك تسجل هدف وثاني، خلاص انت خلصت المباراه، بتخلي الفريق اللي قدامك يخرج بره اللقاء. فريق اوكلاند اكيد بيطلعوا تصريحات، والمدير الفني بيطلع تصريحات ان هو خايف النادي الاهلي، وان هو اكيد يعلم قيمه النادي الاهلي، وعد لعيبه النادي الاهلي كمان على الهوا، فده يقول لك ان هو اكيد محضر بشكل كويس، وهي كلها تصريحات ان هو يبين النادي الاهلي الاقوى منه والاكبر منه. اكيد احنا بنتمنى النادي الاهلي يفوز، ولكن ده تنويم، فلازم لازم لازم يتم التركيز ان احنا نفنش المباراه في اول في الشوط الاولاني من اللقاء، بعد كده تقدر بقى يعني تنزل بقى خط هجومك بشكل كبير جدا. ولابد برضو ان الجناحين اللي بداوا في اللقاء انا بشوف من وجهه نظري لازم يكونوا عندهم واجبات دفاعيه بشكل كبير جدا، ويقدروا ان هم يقفوا في الكرات الثابته بشكل صحيح، لان فريق اوكلاند سيتي في الركنيات وفي الضربات الثابته اللي حوالين منطقه الجزاء هيكون خطير على النادي الاهلي. فلازم النادي الاهلي اعتقد ان هو الرغبه كمان عند لعيبه النادي الاهلي هتكون كبيره جدا، هم عايزين يعدوا مباراه اوكلاند، لان خلاص هتفتح لك طريق تاني خالص انك انت هتلعب سياتل مباراه وتوصل نصف النهائي، فاكيد مباراه بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا، ولكن فريق اوكلاند لا يستهين به، فريق قوي طبعا.